بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. هنتابع مع بعض النهارده محاضراتنا عن الفورنسيك سايكاتري، وهنتكلم في موضوع يمكن ما بيحظاش باهميه كبيره في الكلينيكال براكتس. هنتكلم النهارده عن المالينجرينج او ادعاء المرض. يعني ايه مالينجرينج؟ يعني intentional production of false or greatly exaggerated symptoms بغرض الحصول على مكافأة ما، وهنتكلم في أنواع المكافآت. يبقى الشخص بيدعي وجود حاجة مش موجودة من الأساس، وجود أعراض، وجود مرض غير موجود من الأساس، أو بيبالغ في وصف بعض الأعراض اللي موجودة عنده. الأعراض دي قد تكون فيزيكال، قد تكون سايكولوجيكال. الغرض او الهدف الوحيد ان هو ايه؟ الحصول على مكافأة ما. يمكن محدش بيحاول او مفيش اهتمام كبير او بموضوع المالينجرينج في الكلينيكال براكتس، لكن اكتشاف المالينجرينج جزء مهم جدا من عملية الايفالويشن في الفورنسيك سايكاتري. مش كده وبس، ده يمكن في بعض الأنظمة القضائية اللي تقضي بعقوبة على الشخص اللي هو بيثبت إن هو مالينجر. ليه؟ تهمة تعطيل العدالة. طيب نسبة المالينجرينج قد إيه؟ هنلاقي في المجال الفورنسيك بعض الاستاتس بتقول إن أتليست 10% من المتهمين المحالين لعملية الإيفالويشن فور كومبتنس تو ستاند ترايل ار مالينجرر. بيحاولوا ان هم ايه؟ توفين، بيزعموا ان عندهم منتال بروبلم اللي هي هتعوق قدرتهم على ايه؟ على المحاكمة، وبالتالي يتوقعوا او بيتمنوا ان هم تو هاف في النهاية إن هم يبقوا incompetent to stand trial. على القليل 10%، والنسبة ما بين 10 إلى 70%. 83% بيكتشف عملية المالينجرينج فيه. طيب في الكلينيكال براكتس مفيش اهتمام كبير أوي زي ما قلت، في under reporting، ده اللي بتأكده معظم الاستاذ اندر ريبورتنج، وبالتالي النسبة بتتراوح حوالين 1%. ليه الاندر ريبورتنج ده؟ الكلينيشنز ار هيزيتنت تو ليبل ان انديفيدوال از مالينجر، رغم ما يمكن ان يكون متوافر لديهم من ادلة بتؤكد ان الشخص ده ار مالينجر. ليه؟ بسبب الخوف. الخوف من from provoking the patient reaction. الخوف من ايه؟ من ان الشخص ده يدعي عليهم بالاهمال وعدم الاهتمام بشكواه، يبقى يبعد عن الشر ويغني له زي ما يقول. الحاجه الثانيه ليبلنج سمون از مالينجرر بيساوي او بيعادل ان انا بتهم واحد ان هو إيه؟ واحد ان هو ايه؟ مخادع. الاتهام ده إيه او الوصف ده هيترتب عليه مشاكل في المستقبل. مش قال لهم ان ايه الدينايل فور نيسيسري ميديكال كير، ان هو شركه التامين اللي هو تبعها او شركات التامين الاخرى ترفض ايه؟ ترفض تقديم الرعايه الصحيه ليه. الاستيجما ايه؟ ممكن يناله بعض الايه؟ العقوبات القضائيه. حاجة مهمة جدا، سبب مهم جدا في الأندر ريبورتنج برضو، إن الإيه؟ إن الكلينيكال براكتس قايم على ايه؟ عايم على المصداقية ما بين الايه؟ ما بين المريض وما بين الطبيب او الكلينيشن او المعالج. وبالتالي هنلاقي فيه احتمالات كتيرة ان some clinician may fear ان labeling malingering شخص ما as malingering هيبوظ العلاقة، هيبوظ الثيرابيوتيك ريليشن شيب دي. ادي نقطة. النقطة الثانية some clinicians نتيجة الايه؟ حاطط في اعتباره ان الشخص اللي قصاده لازم يكون صادق، have difficulty with the idea that their patient intentionally deceives them. يبقى لان هو كل اللي عنده انه شخص جاي بيعاني وانا ايه؟ بقدم الخدمة ليها، ما بيقدرش ايه؟ ما بيقدرش يتصور ان اللي قصاده
بيحاول ان هو يخدع. نقطة ثالثة ان some patient who malingering مالهم a form close relationship مع الثيرابيست. الكلوز ريليشن شيب دي بتأدي بالثيرابيست او بالكلينيشن ان هو تو كرييت فابريكيت التروث. بيحاول ايه ان هو يوجد الادله اللي بتثبت الايه المصداقيه بتاعه الشخص اللي هو بيعالجه اللي هي بتساعده ان هو تو افويد الريسبونسبيلتي على امل ان هو ايه تو وورك توارد تشينج ان الموضوع ده هيساعد ان الشخص ان هو ايه ان هو يتغير ناحيه الافضل. بالتاكيد ده از اروند براكتس. برضو من اسباب الاندر ريبورتنج ان سام كلينيشنز عنده اعتقاد ان يوزنج اتست في الاسسمنت في المالينجرنج وزاوت اكسبلينينج زير بيربوز ممكن يبقى ايه يبقى ديسيبتيف عمليه من عمليات الخداع بالنسبه للشخص. اذا انا ما فهمتش الشخص اللي قصادي الغرض من الاختبار اللي انا بقوم بيه يبقى ده ديسيبشن. طبعا توضيح الغرض الكامل من التوضيح الكامل للغرض من الاختبار ده هيفقد الاختبار ايه هيفقد الاختبار اهميته وقيمته. لكن other professional state that ان طالما ان الاختبار ده بيتم بالطريقه ان اللي ان انا بدي فيها الشخص اللي قصادي الفرصه كامله تو دو ويل وان هو يثبت ان هو عنده او ما عندهوش اي illness ده از ايه از اكشوالي ethical. وبالتالي الكلينيشن شود ميك ستيتمنت لازم من البدايه خالص اهوت يوضح للشخص اللي بيتعمل الايفالويشن ان ايه ان الفول كوبريشن والجود ايفورت ان بيرفورمينج اتست مهم جدا في عمليه الاسسمنت وهيترتب عليها ايه هيترتب عليها نتيجه التقييم. الستيتمنت ديت ان الكوبريشن بتاعتك مطلوبه وجود ايفورت از نيسيسري اهو از بوث ايثيكالي ريسبونسبل وفي نفس الوقت اهو بتوحي او بتدي للشخص فكره ان الايه ان عدم التعاون هي ايه هيبوظ نتيجة الاختبار اللي ايه بدون ما اعرفه ايه بدون ما اعرفه ايه هو الاختبار وايه الغرض منه. شافيز اند ابراهام في 2005 نوتد ايفيدنس اوف مالينجرينج اوف 76% من الادلت كليمز و 67% من التشايلد كليمز فور ايه فور سوشيال سكيورتي ديسابيليتي انكم في لوزيانا في ولاية لوزيانا بالولايات المتحدة. هترتب عليه دفع أكتر من 80 مليار دولار. يبقى السوشيال سيكيورتي ديسابيلتي انكم في 2008 دفعت 80 مليار أكتر من 80 مليار دولار كإعانات. لما نعرف إن أكتر حوالي 76% أو 67% في الأطفال كانوا مالينجرر هنعرف التكلفة الضخمة اللي بيمثلها المالينجرر في الكلينيكال براكتس. طبعا ده لو النسب دي منتشرة في كل الأماكن يبقى ده تكلفة عالية جدا على الكلينيكال براكتس. So clinicians have an ethical obligation to thoroughly assess malingering in situation where its likelihood is increased. When avoiding this diagnosis خوفا على النيجاتيف كونسيكونسز على البيشنت او على الشخص ده او الاستيجما ان انا اوصف واحد از مالينجرر بالظبط هتبقى عامله زي ان انا ايه خايف ان انا اقول ان حد عنده سكيزوفرينيا او عنده بايبولر ديس اوردر لنفس الاسباب عشان الاستيجما وعشان النيجاتيف كونسيكونسز وحسن مش هيقدر يتعين يبقى از نوت لوجيك. طيب ايه موقع المالينجرنج في الدي اس ام 5؟ المالينجرنج في الدي اس ام 5 موجود تحت ايه؟ other conditions that may be the focus of clinical attention. تحت عنوان problem related to access to medical and other health care.
بالرغم من ان المالينجرنج از نوت كونسيدر از ا مينتال ديس اوردر، ات از ريكوجنايز بي ال دي اس ام 5 از انتشنال برودكشن. يبقى اهو الشخص بيعمل قاصدا، اهو بيوجد قاصدا فولس اور جروسلي اكسجيريتد فيزيكال اور سايكولوجيكال سيمبتوم زي ما قلنا. موتيفيتد بيك اكسترنال انسنتيف، عايز حاجه ما عايز بس اكسترنال، such as avoiding military duty، افوض مش عايز يروح الشغل، obtaining عايز تعويض، escaping criminal trial and obtaining drugs. ال DSM 5 قالت ايه؟ malingering should be strongly suspected if إذا أي حاجة من الحاجات ديت أو مجموعة منهم is a is present if any combination of the following is noted. في الميديكو ليجل كونتكست، شخص محول لعملية التقييم في الميديكو ليجل كونتكست، ماركت ديسكريبنسي ما بين الانديفيديوال كليم ديستريس اور ديسابيليتي والاوبجكتيف فايندينجز والاوبزرفيشن، اللاك اوف كوبريشن في عملية التشخيص، الشخص مش متعاون during diagnostic evaluation and in complying with the prescribed treatment. ال presence of antisocial personality. يبقى ديت الايه؟ ديت الاربع شروط اللي الدي اس ام 5 حطتهم، وجود اي حاجه منهم بتخلي او لازم تخلي الكلينيشن تو suspect او تو detect او تو سيرش فور malingering بحسب الدي اس ام 5. طبعا الحاجات ديت ناس كتيرة وضحت الليميتيشن بتاعتها وهنقولها دلوقتي. برضو احد وجهات النظر ان عملية المالينجرين مش yes or no. Some professional suggests that it is more useful to consider المالينجرين as continuum involving several dimensions. احد الدايمنشن degree of intentionality، درجة القصد هو في الايه الانفينشن للسيمبتوم، الديجري اوف سيمبتوم اكسجيريشن، والديجري اوف سيمبتوم اكسجيريشن ممكن تبقى ان واحد بيوجد حاجه من العدم، ذا بيشنت هاز نو سيمبتوم من الاساس، هاز نو ايلنس بات ديسيبتيفلي شو ان هو عنده السيمبتوم بتاع الايلنس اللي احنا غالبا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو المينتال ايلنس. بيرسيفريشن كان عنده قبل كده، كان عنده قبل كده ديسيز ما او سيمبتوم ما لكنها اختفت، هو بيزعم ان هو ان الاعراض ديت ستيل بريزنت لحد دلوقتي. اكسجريشن عنده مايلد سيمبتوم بتاعت اي ديسيز او اي ديس اوردر، لكن البيشنت بيوصفها على انها اسوأ مما هي عليه. يبقى الديجري اوف انتشناليتي، الديجري اوف سيمبتوم اكسجريشن، الديجري اوف اكشوال امبيرمنت لو فيه امبيرمنت فعلا. وبالتالي لنا ان نتخيل ان احنا عندنا تو سب تايبس من المالينجرنج، بيور مالينجرنج وبارشال وبارشال مالينجرنج. البارشال مالينجرنج في كونشس اكسجيريشن للاكزيستنج فيزيكال او سايكولوجيكال سيمبتوم، ده هنسميه بارشال بارشال مالينجرنج. البيور بيوجد من بيوجد من العدم، والبيور مالينجرنج ممكن يبقى سيميليشن وديس سيميليشن. ايه السيميليشن والديسيميليشن؟ سيميليشن اتمبت تو ديسيف ان ا باثولوجيكال دايركشن، انا بحاول ازعم ان انا ان انا عندي سيمتوم بتاع بتاع ديس اوردر معين ذات دونت اكزيست اور ذا جروس كونشس اكزاجيريشن اوف بري اكزيستنج سيمتوم. سيميليشن هاز سام تايمز بين ريفيرد از فيكينج باد، بيبقى يخدع في الاتجاه السيء او بوزيتيف مالينجرين. في عكسه تماما ده الشخص اللي جاي اللي جاي بيحاول تو مانيبيليت ان امام باثولوجيكال، عاوز يثبت انه سليم، عاوز يثبت انه كويس، وده موجود. واحد الشغل بتاعه بعته خصوصا في الحاجات الحساسه، خصوصا في مثلا في الميليتري سيرفيس، ان هو ملاحظين عليه بعض الاعراض، هو كل اللي جايه جاي يحاول يثبت ان هو ان هو شخص سليم، لان ده هيترتب عليه يا اما حالته للتقاعد يا اما رفضه التام. باي كونسيلينج اور مينيمايزنج اكزيستنج سيمبتوم،
يطلق عليه برضو فيكنج جود او نيجاتيف مالينجرنج او ديفنسيفنس. يبقى في بيور مالينجرنج سيموليشن وديسيموليشن او بارشال مالينجرنج. نقول بقى الليميتيشن الايه اللي متاخده على الشروط الايه اللي حطها دي اس ام 5 تو سسبكت ان الشخص ده يبقى مالينجرنج، وان الشروط ديت مش شرط ان ايه وجودها يبقى ان الشخص مالينجرنج، هي مجرد احتياط ليس اكثر. اول حاجه الميديكال ليجال كونتكست. Many person evaluated في الفورنسيك سيتنجز ار نوت فولنتري. الشخص اتوجد في هذا الجو في هذه السيتويشن مش بمزاجه، ما انما غصب عنه او الظروف هي اللي فرضت كده. وبالتالي لنا ان نتخيل ان مش كل الموجودين طبعا ايه في الميديكال ليجال كونتكست ار مالينجرنج. انستد الشخص ممكن ايه؟ ممكن ايه تو انجيج ان ا فرايتي اوف ريسبونس ستايلز. يبقى الشخص الموجود في الميديكال كونتكست بيتصرف بالريسبونس بتاعه مختلف. احد الريسبونسز قد تكون الايه؟ قد تكون عمليه المالينجرنج. اهو بيقولوا ان هو السكس اوفندرز وبيرسونز انفولفد في انقصوا ديباتل في عمليات الحضانه الاطفال ار انلايكلي تو اكسجريت سيمبل. انما الاشخاص اللي هم عندهم مايلد كلوز هيد انجري بسبب موتور فيكل اكسيدنت مثلا از وايد كومن ان احنا نلاقي الايه؟ نلاقي المالينجرنج. وبالتالي الميديكال ليجال كونتكست may not be a particular unique indicator للمالينجرنج. الحاجة التانية الـ discrepancy ما بين الـ subjective claims والـ objective findings اللي احنا بنلاقيه. في الإطار ده البعض بينصح وبيحذر إن clinician must be careful in what they assume to be objective findings. بيأكدوا على نقطة مهمة جدا ان السايكومتريك تيست اللي احنا بنعملها ممكن نعتبرها ان دي اوبجيكتيف از سبجكتيف. الشخص نفسه هو اللي ان كنترول اوف ذير ريسبونس. يبقى بينصحوا يعني يبقى محددين ايه وات از اوبجيكتيف، ان السايكومتريك تيست في معظمها ما هيش اوبجيكتيف ايه؟ ما هيش اوبجيكتيف فايندز. حاجة مهمة برضو ان المايلد تروماتيك برين انجري مثلا there is no objective findings. النورمال ايميجنج ستادز اللي احنا بنلاقيها لا تعكس ابدا ان ايه؟ ان الشخص ده از نورمال. ممكن يكون في ايه؟ ممكن يكون في ابنورماليتيز، لكن الليميتيشن موجودة فين؟ موجودة في الايميجنج ستادز اللي احنا بنعملها او الايميجنج ستادي اللي معمولة المتاحة at the current time. وبالتالي الكونترادكشن أو الديسكريبنسي ما بين اللي احنا بنعتبره objective findings وما بين ما بيشكو منه الشخص وما بين ما بيدعيه لا يعكس الايه؟ لا يعكس الحقيقة. يبقى محتاجة ايه؟ محتاجة تأني ومحتاجة further evaluation. lack of cooperation، مش كل شخص uncooperative is malingering. Person with schizophrenia are often non-compliant مع التريتمنت. While persons with eating disorder وسبستانس يوز بروبلم are often uncooperative في عملية الاسسمنت. Thus non-compliance with treatment could result from denial للبروبلم rather than ان هو الشخص يبقى مالينجرنج. نقطة لازم نخلي بالنا منها. Also lack of cooperation may be due to distractibility and attentional difficulties which often result from minor traumatic brain injury. والعكس تماما بقى ايه؟ ان احنا ممكن نلاقي الشخص المالينجرر ده may appear highly cooperative، عمال متعاون وبيبين ان هو بيسعى للوصول بغرض ايه؟ بغرض اقناع الشخص اللي قصاده ان هو فعلا actually ill او has a disorder. ومن هنا اقترح البعض another ايه؟ another model ليه الشخص try to malinger او بيستعمل الاسلوب ده كنمط في التعامل.
الادابتيشنال موديل بروبوز ايه البوتنشال مالينجر او البوتنشال مالينجرنج اكزامني انجيج ان كوست بينيفيت اناليسيس وين فيسنج ان اسسمنت ات اوب وذ ذير اون نيدز. يبقى الشخص بيدخل في عمليه ايه بيحسب الكوست تكلفه والبينيفيت الفايده والضرر لما يواجه مشكله ايه ما هيش at all of their own needs مش ما بتحققش او ما بتلبيش الرغبات بتاعها. الفكره ديت ايه يمكن بتفكرنا بالمقوله بتاعت الفرد ادلر وكان هي ملهاش علاقه بالمالينجرينج ان الاي would have no sense unless the truth were felt dangerous. ان الكذب مش هيبقى له معنى اذا ما كانش الايه اذا ما كانش الحقيقه خطر على الايه على الشخص. في الادابتيشنال موديل ايه هنلاقي ان المالينجرينج is more likely when the context of the evaluation is perceived as adversarial. The person risks are very high and no other alternative appear to be viable. يبقى لما الشخص بيقيم ان في ظروف معاكسه فيه ريسك عليه وما فيش طريقه تانية يتصرف بيها غير ايه غير ان هو يدعي وجود مرض عنده. استيميشن الشخص هو بيقيم استيميت لايكليهود اوف سكسس اوف وان وير اونست فيرسس سكسس ايه لما يبقى مرنجل. انا بحاول اصنعه انه هيبقى احسن انه يبقى انسب هنجح بالطريقه انهن لو كذبت ولا لو قلت الايه لو قلت الحقيقه. استيميت اوف ذا لايكليهود اوف سكسس ان ديسيفينج ذا انترفيور انا هعرف خم ولا لا هعرف اعدي السيمتوم ديت ولا لا وبان فعلا ان انا مريض. قدره الشخص او احساس الشخص ده وادراكه ان هو هينجح ولا مش هينجح هتخليه ايه يمشي في السكه ديت ولا ما يمشيش. البرسيف مينيمال كونسيكونسز اوف كوب اهو لو ما فيش اي عقوبه ان انا لو اكتشفت ان انا بدعي المرض ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل حاجه. طب خلاص يبقى انا هدعي المرض يمكن انجح. قلنا عملية المالينجرينج مرتبطة بوجود انسنتيف في اكسترنال ريورد في مكافأة ما. المكافأة دي كان ممكن تبقى بوزيتيف ري زي اي سلوك بوزيتيف ري انفورسمنت او نيجاتيف ايه ري انفورسمنت. بوزيتيف ري انفورسمنت جيننج فاينانشال كومبنسيشن بياخد تعويض ما تعويض في الحاجات المدنية زي بعد حادثة سيارة أو تعويض ياخد معاش مبكر ياخد إعانة حاجة تانية obtaining drug. أما أنا أقول إن أنا مش قادر أنام ومش مستحمل وحموت من قلة النوم أو عايز حاجة sedative. achieve desired change في placement or service هيتنقل من السجن لمكان للمستشفى هيتنقل من السجن من مكان لمكان simply to gain a meal a place to sleep او في حالات الايه للتشايلد كاستر. طب النيجاتيف reinforcement avoidance of war social responsibility and social consequences avoidance للميليتري سيرفيس or of a particular hazardous duties انا مش عايز احمل مش عايز اشيل سلاح. avoidance of criminal responsibility trial and punishment في الامور القضائيه to terminate undesirable placement or service يبقى positive بيحصل على حاجه او negative بنشيل ايه بنشيل عنه حاجه ما مضايقاه او هو مش عايزها. طيب في السجون وفي الحاجات القضائيه البوتنشال موتيف بي اهوت avoid او delay ما يتشال عنه ما يتحكمش خالص او ياجل عمليه الايه عمليه المحاكمه دي او get housing change يتنقل من ايه من مكان لمكان يروح للجناح النفسي في السجن او في المستشفى او هوستل يونت ايفيدنس ان هو ياخد ايه ناخد معاش بعد ما يطلع من الريليز obtain psychotropic medication كل ديت حاجات ممكن تدفع الشخص في السجن ان هو تو ملك. قبل ما نتكلم على how to detect and how to diagnose المالينجرر لازم نفرقه عن بعض الحاجات اللي ممكن ايه تتشابه
اللي فيها الشخص has medical complaint without adequate physiological base. التقسيم الرئيسي، هل ده intentional ولا مش intentional؟ intentional هو اللي بيخش فيه المالينجرينج، لكن في حاجة intentional برضو وهو psychiatric disorder، ما هوش malingerer، اللي هو factitious disorder. طيب السيمتوم دي بتتم على مش بقصد، ما فيش الانتنشن، اللي هي السوماتيك سيمتوم والالنس انكزايتي والكونفرشن. في الفاكتيشن ديس اوردر اللي هو شبه الايه، شبه المالينجرنج بالظبط، هنلاقي ان ايه السيمتوم هتبقى متشابهه تماما، لكن الغرض ايه او الموتيفيشن ان هو ياخد السيك رول. في الفاكتيشن اوردر ان هو عايز يبقى مريض، ياخد الرول ده، وان هو يتحجز في المستشفى بس يحظى بالرعايه الطبيه. يبقى factitious disorder and malingering only differ in the motivation for symptom production، اللي هو ياخد السكرول هنا، والتاني في المالينجرينج ان هو يحصل على ايه، على external incentive. In factitious disorder there is internal incentive، التاني external incentive. الgeneral behavior of malingering way and individual and those with factitious disorder واحد، هو بس الايه، هو بس الincentive internal واexternal، الموتيفيشن السيك رول، والتاني عايز حاجه اكسترنال ريورد. في السوماتيك سيمتوم اند ريليتد ديس اوردر از ان مالينجرنج، ما فيش اوبجيكتيف ايه ساينز كود اكونت للسبجكتيف اكسبيرينس. المالينجرنج از ديفرنشيتد من الكونفرجن ديس اوردر والسوماتيك سيمتوم ريليتد ديس اوردر بالانتشنال برودكشن اوف سيمتوم with obvious external reward او external incentive، في هدف ايه واضح لينا الكل بيقدر ايه يقدر يدركه. المالينجرنج may try to avoid the diagnostic evaluation and refuse recommended treatment، لكن المريض بقى او الشخص اللي هو عنده سوماتيك سيمتوم ده دايما بيلاقيه عمال يلف من مستشفى لمستشفى ومن دكتور لدكتور، بغرض ايه؟ بغرض الحصول على تشخيص، وبغرض الحصول على علاج يريحه من السيمتوم اللي ايه اللي هو بيعاني منها، حتى لو ايه ما احناش لاقيين ايه اوبجكتيف ساين اللي هي اكسبلين الايه اللي هو بيعاني منها. المالينجرر ار لايكلي تو ريفيوز امبلويمنت اوبورتيونيتيز، لما بنعرض عليه بدايل بقى اللي هو يتعين وهو يشتغل ان هو يحضر الشغل بتاعه هيرفض، هو ليه هدف واحد بس عايز يقعد ياخد معاش، انما بتاع السوماتيك سيمتومز اوردر ممكن يقبل بوضع زي ده. يجي بقى على الديتكشن اوف مالينجرنج، برغم ان التعريف بتاع المالينجرنج از ايزي، سهله وانتشنال برودكشن، لكن ايه الديتكشن بقى ان كلينيكال براكتس مش بالبساطه، لان الكولاترال انفورميشن كولاترال داتا ان اديشنال تو كلينيكال انترفيو والسايكومتريك تيستينج ار نيدد ان اوردر تو ريلايبلي ديتكت المالينجرنج. بما ان الجولز بتاع المالينجرنج بتختلف، سو زير اتمبتس تو اتشيف ذيس جول هتختلف، وبالتالي برضو مفروض ايه تختلف الايه الديتكشن استراتيجيز بحسب الايه بحسب الاختلاف في الاوبجكتيف والاتمبس وبالنسبه للساين والسيمتوم اللي هو بيوبتي. اول حاجه الديتكشن استراتيجيز للفيند سايكوباثولوجي، الديتكشن للاعراض اللي هو بيشتكي منها، هنلاقي عندنا فور ديتكشن استراتيجيز فور فيند ايه فور فيند سيمبتومز ار بروبوز. اول حاجه حاول اكتشف الايه الرير سيمبتوم، ديسكريمينيت انديسكريمينيت سيمبتوم اندورسمنت، سيمبتوم انديكيتور اوف سيفير سايكوباثولوجي. الحاجات دي هنلاقيها موجوده فين في المالينجرر، هنقولها دلوقتي بالتفصيل. او وجود امبروبابل سيمبتوم، اول حاجه the patient أو the person على وجه الدقة is seen to over endorse symptom and associated feature that occur only rarely. الشخص عمال يوصف أعراض
بتاعت مينتال ديس اوردر، الاعراض دي اصلا بتحصل فيري رير وعمال يعدد فيها كانها حاجه كومن. وجود اي سيمتوم رير يخلينا ايه نلتفت. ممكن دي حاجه رير بس الكتره بتاعتها اوفر اندورس، عمال يذكر حاجات رير كتيره موجوده كلها عند شخص واحد، ده هيبقى بقى ايه كنا في الفيري فيري رير. واي حاجه فيري رير بتستدعي ثارا ايفالويشن. ان يوتلايزنج ذيس تكنيك كلينيشن ماست هاف نوليدج اوف ذا بيز ريت اوف سيمبتوم. يبقى ده محتاج خبره جامده مني، محتاج اعرف البيز ريتس بتاعه الايه بتاع السيمبتوم اللي ايه اللي انا بقول عليها اوفر ان هي رير او فيري رير. This strategy have been validated في بعض الايه في بعض السايكومتريك تيستس زي الام ام بي اي الاف والاف بي والاف بي سكيلز بتاع الايه الميسوتا مالتي فيزيك بيرسوناليتي انفنتور والار اس سكيل في الاستراكشر انترفيو اوف ريبورتد سيم. اهو بتعتمد على ايه ان هو الشخص ايه اوفر ريبورت رير سيمبتوم. طيب الديتكشن استراتيجي الثانيه زي بيرسون سيمبلي اوفر اندورس سيمبلي، عمال يقول عنده كل السيمبتوم بتاعت السايكاتري كانك فتحت كتاب عنده ديبريشن وعنده انكزايتي وعنده او سي دي وعنده سكيزوفرينيا وعنده باي بولر. اوفر اندورس سيمبتوم. Thus, if a patient endorses a large array of physical and psychological features through multiple diagnostic categories, they don't fit. عمال يقول هو لكن هو لما تيجي تسأل بقى مش عارف، هو عمال يعدد بعض الايه السيمتوم اللي هو عارفها خلاص، لكن ما فيش أي حاجة منها fulfilling الايه الفول كرايتيريا الدياجنوستيك كرايتيريا بتاعت ايه this disorder. Don't fit any particular diagnostic entity. The clinician should suspecting feigning or malingering. Suspect مفيش حاجة، مفيش حاجة لوحدها ايه على وجه اليقين هتشخص، لكن هبجمع suspect مع suspect حد ما اوصل للاخر الى diagnostic certainty. الاستراتيجية الثالثة is a person may be suspected of malingering if they endorse a higher proportion of symptoms that are obvious indicator of severe psychopathology than expected in actual clinical population. Again, sufficient knowledge of the base rate of symptom in this disorder is required in using this strategy. الاستراتيجي الرابعة in detecting feigned psychopathology in the subject may be suspected of malingering if they report highly unusual, absurd, or improbable symptom. الأعراض بقى اللي هي إيه تبان في الأفلام العربي اللي هي الكلام اللي محدش عمره شافه الغريب العجيب. Since these absurd details are often offered in response to questions in clinical interview, clinician may need to insert questions in their interview. يسأل بقى على حاجات غريبة مش ممكن تحصل في السيكاتريك ديس اوردر، وبالتالي بيرميله الطعم. طب ما انا بخدعه، انا بساله هو اللي ايه هو اللي عاوز يخدع الايه الانترفيو. المالينجرر والمالينجرر ار اكتورز بيمثل هو بورتري ذير ايلنس از ذي اندرستاند ات. هو كل واحد بيتكلم على الديس اوردر من ناحيه تخيله هو الديس اوردر ده يبقى شكله ايه، وبيحاول ايه بيزود اوفر اكت على امل ان هو ايه على امل ان هو يقنع الايه الايفالويتور ان هو فعلا هاز ذس ايلنس. يبقى ده كان بالنسبه ايه للديتكشن للايه للسيمبتوم. طيب في النيورو سايكولوجيكال سيمبتومز بقى على مستوى السايكومتريك اسيسمنت هنلاقي ان برضو اللي حطوا السايكومتريك او تولز او السايكولوجيكال تيستينج حطوها بناء على ايه سته ديتكشن استراتيجيز ذات فورم ذا بيزس اوف اسيسمنت اوف فيند نيورو سايكولوجيكال سيمبتوم. اول حاجه ما يعرف باسم الفلور افكت. ايه الفلور افكت ده؟ الشخص بيفشل في المهام
on which even grossly impaired person are likely to succeed. ده اصلا ما حدش يغلط في الايه في الحاجه دي، حاجه سهله جدا بيعديها كل الناس باستثناء ايه الفيري فيري سيفير. والفيري فيري سيفير ده ما هوش ايه يعني، لازم يكون في حاجات تانية واضحه مش محتاجه في امور حياته اليوميه. An example of such tasks would include knowledge of the basic personal history such as date of birth. اه اسمه هو ناسي اسمه وناسي اسمه. طب ما ده ما بيحصل في الحقيقة بس في الايه في الفيري ليت ديمنشيا مثلا، انما واحد لسه السيمتوم بدء عنده من اسبوع ولا من شهر مش هنلاقي ان هو ناسي لدرجة ان هو ناسي هو مين. Some measure used expressly for the purpose of assessing this effect include حاجة سهلة زي الايه الراي 15 item memory test. Simple a simple memory test of display this items for 15 second و ask to record. ABC 1 2 3 ABC 0 1 لمدة 15 ثانية. يبقى قدرة الشخص على انه تي to record these items محتاجة ايه؟ مش محتاجة يعني good او sharp memory، انما طبعا ممكن تبقى ايه تبقى امبيرد في الايه في الليد اللي هتبقى فيه اعراض تانية في حياته الشخص اليوميه اللي بتوضح الصوره كامله. التكشن استراتيجي الثانيه اللي هو البرفورمانس كيرف ميثود. البرفورمانس كيرف ميثود معتمد على النمبر اوف ايزي ايتمز اللي الشخص بيفشل فيها اند ديفيكالت ايتمز باست. النسبه هو ايه اللي بيعرف يعمله من السهل ومن الصعب. بيفترض حسب الاستراتيجية دي الكيرب البرفورمانس كيرب ميثود assume that most persons will perform better على الـ easier items and worse on more difficult items. دي حاجة مش محتاجة ايه؟ مش محتاجة يعني research. الحاجة السهلة الناس بتعملها اسهل بتنجح فيه عن الحاجة الاصعب. If a person perform in the opposite direction, failing should be suspected. Cognitive deterioration occurring on repeated testing when there is no evidence of brain injury may indicate failing. مفروض الواحد كل ما بيعمل حاجة كل ما بيعمل تيست كل ما بيبقى الموضوع أسهل ليه، إنما إحنا كل ما بنعيد التيست أو بنعمل حاجة مشابهة ليه نلاقي إن بيحصل deterioration وبيقل السكور. يبقى ده إيه؟ يبقى ده وخصوصا على ايه على مدى قصير يبقى ده ما انديكيت ايه فيلينج. الشخص بيجاوب باي طريقه وبالتالي هنلاقي ان الايه ان بيظهر الايه الكوجنيتيف ما يبدو ان هو كوجنيتيف ديتيريشن بدون ما يوجد ما يفسره. الماجنيتيود اوف ايرور سام هاف سجستد ذات مالينجرينج كان بي ديتكتد باي ذا تايب اوف ذا رونج انسر. على سبيل المثال اوف giving cancer-like responses near misses بيجاوب الإجابة الأقرب للصح. 4 و 5 كام؟ 8. 3 و 4 كام؟ 6. يبقى الماجنيتيود اورال يبقى ده شكل الإجابات دي كلها إيه؟ intentional فيها الانتنشن إن هو يغلط لأنها كلها إيه؟ بتدور حوالين إيه؟ غلط أو رينج محدد من الغلط. Also qualitative difference in wrong responses might discriminate malingerer from others. الحاجة الخامسة associated psychological sequelae. Person who endures a high number of psychological symptoms or atypical attitude towards their deficit are seen as possible malingerer. إيه الحاجة السادسة اللي هو الاتيبيكال presentation. Inconsistent or atypical performance or large variation in test performance on either tests of similar abilities or re-administration of the same task are seen as indication of malingering. لكن لازم نبقى حريصين ومحتاطين جدا when applying this approach. ان الانكونسيستنسي ده ليه ايه ممكن يبقى ناتج عن حاجات تانية. Inconsistency of symptom as well as presentation were common in brain injured patients. In neuropathology, will psychopathology, will fatigue, and the like,
may result from fluctuating performance. Differences in the mode of presentation of the task. انا بقدم له التاسك ده ازاي؟ سواء بيختلف في اختلافه من تيست لتيست او طريقتي وانا بقدمه may have an effect على الايه؟ على الريزلت بتاع التيست. ال 6 detection strategies اللي فاتوا دولت should serve as marker of malignancy مش conclusive evidence. احنا زي ما قلت اهو مفيش حاجه لوحدها is conclusive بالنسبه لعمليه المالينجنس. الاكسبيرينس الكلينيشن بقى ميك ذير بيست جادجمنت باي اوبتيننج ياخد الصوره كلها على بعض. بيز سارا اسسمنت اوف كلينيكال ساين والسايكومتريك تيستنج والاسسمنت اوف بري موربيد فانكشننج والكرنت فانكشننج وال ايه والكولاترال انفورميشن اللي ديتكتد فروم فيريس سورسز. الانترفيو بتاع المالينجرين محتاجه بعض الايه؟ بعض التاكت، بعض الاكسبيرينس. اول حاجه ان تو بي اوير اوف يور اون فيلينج. انت الشخص ده حاسس ان هو بيحاول يخدعك او ان هو متحول ليك على ان هو مالينجرين فور اسسمنت. يبقى نوت تو بي انجري، بلاش الاحساس انك انت انك انت حد بيخمك، لان ده هياثر على ايه؟ هياثر على طريقه الديلينج معاك. بي وير اوف يور فيلينجز. بصفه عامه دونت بريسكرايب دراجز فور فيك كومبلينز حتى في الكلينيكال براكتس. بعد شويه هتلاقي الشخص اللي بياخد انتي ديبريسنت ده جاي محتاج تقرير ان هو عنده ديبريشن. مفيش ساينز اوف ديبريشن، ديفينيت ساين اوف ميجور ديبريسيف اوردر او ديبريسيف اوردر انكزايتي اوردر او سي دي. بلاش الايه؟ بلاش البريسكريبشن للايه؟ لاي فيك كومبلينز. بريسكريبشن لي ديفينيت دايجنوزيس. It is not your job في الكلينيكال براكتس بقى يجوز في الـ في الـ في الفورنسيك محتاجين نقول ان في مالينجرنج، لكن في الكلينيكال براكتس ويمكن برضه ينفع نفس الكلام في الايه في الفورنسيك انك تقول لواحد انك انت ايه مالينجر. لا ننقلها برضه بس بطريقه ثانيه. I am unable to find a clear underlying physiological cause for your symptom. او I cannot find objective substantiation for the stated symptom. يبقى ايه هو؟ لا يوجد اضطراب ولا يوجد اعراض تفسر ما لدى المريض من شأنه. بس الكلام ده يتكتب بالايه؟ بالتفصيل. مالينجرنج انديفيدوال اتمبتس تو كنترول ذا انترفيو. نقطه نخلي بالنا منها، مش هو اللي يقود الانترفيو ويوجهني في الاتجاه اللي هو عاوزه. مالينجرنج انديفيدوال كومنلي بليف ذات nothing must be remembered correctly. انا تعبان بقى واقول اللي اقوله واعمل اللي اعمله، والسيكاتري ده كلمه من الشام وكلمه من اليمن. لا، the more inconsistent and absurd the better the deception. ده من وجهه نظره. لا، ما هوش كده خالص. ده في ايه؟ في سيتس معينه وكاتيجوريز معينه للديس اوردر. حتى لو عندي اكتر من ديس اوردر لازم يبقى موجود ايه الكاتيجوريز والسيتس ديت موجوده، مش ايه مش اي كلام في اي كلام. طيب لو واجهناه مي لاف او ديسبلاي ايه ديسبلاي ديفنسيفنس وين كونفرونت، بيختلف رد الفعل بتاعه. اوفر اكت ذا بارت ابرابت اونست، هنلاقي هو بيوصف الايه السيمتوم اللي عنده. في ابرابت اونست واوفست اوف سيمتوم، دراماتيك جيستشر نودل، حتى لو هو بيتكلم على او الموضوع كله بيرسوناليتي ديس اوردر. ذا انترفيو شود تيك ا برولونجد بيريود اوف تايم. ليه؟ فاتيج ماي ديكريز ذا انديفيدوال ابيليتي تو مينتين فيكت سيمتوم. مش هيقدر ايه؟ مش هيقدر يحافظ او يفضل متماسك ويفتكر اللي قاله في الاول واللي قاله في النص ويربطه مع الاخر. لا، القدره دي ايه هيفقدها مع ايه؟ مع البرولونجد انترفيو. كل ما طالت الانترفيو كل ما ايه كان فيه قدره على اكتشاف الايه الفيك سيمتوم اكتر. البعض ريكومند ذات 24 اور امبيشنت اوبزرفيشن مايت بي يوسفول ان ديفيكالت انستانسز، ومش 24 ساعه ممكن يبقى ايه تحت الملاحظه لعده ايام. هو impossible especially where malingering is highly suspected.
During the clinical interview, professional need to keep an eye for certain red flags that may indicate a possibility of malignancy. Review any available collateral information from friends, family, previous medical or insurance record or police report قبل الانترفيو ما تبدأ. المعلومات دي اللي من الكولاترال انفورميشن ديت ات ايه هتديني البيز ان انا اسال منه، ويا ريت ان هو ما يكونش عنده فكره ان انا عندي الايه المعلومه دي. المفاجاه نفسها هتخلي ردود فعله تكشف اذا كان هو ايه مالينجرر ولا لا. Attempt to learn relevant information about the defendant حوالين المتهم ده that the defendant doesn't know ان انا عارف، يبقى انا سابه بيكذب براحته وابتدي افاجئه بالايه ببعض ان هم بيقولوا انك انت اتعالجت في الحته الفلانيه او ما اتعالجتش، ان الانشورنس ريكورد بيقول كذا، البوليس ريبورت بيقول كذا. في الفورنسيك سيتنج انترفيو ديفندنت as soon as possible قبل ايه؟ قبل ما يبتدي ايه؟ يجمع نفسه ويبتدي يستشير ده ويستشير ده حوالين الايه؟ اللي ممكن يتعمل. في بعض الاماكن بره اهو من ضمن الديوتيز بتاعه الايه؟ المكتب المحاماه ان هو يعلمه ازاي يجاوب في الايه؟ في السيكاتريك انترفيو. الكلينيشنز سسبشن شود بي اراوزد اف ان انترفيو انترفيوي الشخص اللي بتعمل له ايفالويشن ده ميكس تو ميني سبونتينيوس اشورنس، انا باكد لك انا ما بقولش غير الحقيقه، يحاول ايه ياكد او يقول الكلمات اللي هو تظهر ان هو صادق في اللي هو بيقوله، المعاناه اللي هو بيقولها، ان هو امين، ان هو يبقى ده يشكك اكتر. Take careful history of past psychiatric symptoms before the current. ليه؟ الشخص بيبقى أقل تحفظا على أساس إن دي حاجة راحت وفاتت. السيكاتري غالبا إيه الأمور بتبقى مرتبطة ببعضيها. أنا ما عنديش mental retardation دلوقتي وما كانش عندي during childhood. يبقى ما ينفعش. Allow the individual to tell his or her story with few interruptions خصوصا في البداية by avoiding leading questions that may give clues to specific symptoms that make up certain diagnoses. Obtain زي ما خدنا collateral information, obtain lab results of lab imaging studies and other objective tests. As recommended in most clinical assessment, professionals are advised to start asking open-ended questions so the patient are able to explain symptoms وان هو ايه هو يوقع نفسه اذا هو malingering. Malingering individual may report rare or improbable symptoms زي ما قلت that even severely mentally ill patient almost never report. The interviewer might even consider asking individual about improbable symptom. انا اساله على الحاجه اللي هي ما هيش مش ممكن تحصل او رير تحصل to see if they endorse بيقولوها او ان هو بيشتكي منها. Visual hallucination of giants or seeing the words spelled out when a person is talking to them. حاجه من الصعب حدوث. Other things to look for are any internal or external inconsistencies in the individual report. Internal or external inconsistencies. Internal inconsistency include providing a clear and articulate report of being confused. تخيلوا ان واحد بيشتكي انه مشكلته ان هو ايه مش مركز وبينسى، وهو بيوصف الموضوع ده ايه بمنتهى الدقه، والحاجات اللي نسيها خلال الايه خلال الشهور اللي فاتت فاكرها كلها بالظبط. Or providing conflicting stories regarding one's own story. Internal inconsistencies.
External inconsistencies بتشمل ايه؟ differences between the reported well-observed symptom or differences between the reported symptom and how genuine symptom typically present. على سبيل المثال ال individual experiencing genuine visual hallucination typical report these hallucinations are seen in color. Therefore, if an individual report seeing things in black and white, انا بشوف التيبيكال ان هو يشوف الحاجه في الايه؟ بالطبيعي بالالوان الطبيعيه، انما يشوفها ابيض واسود ده ايه؟ يعني يشكك ان ايه؟ ان السيمبتوم ديت فيك مش حقيقي. Overall, being aware of symptoms and how they are typically present themselves is very important for professional in the detection of possible malingering within the initial clinical interview. وقلنا الكلام ده برضو قبل كده. في الانترفيو بيحددوا تو دومينز مهمين قوي، الموتيفيشن والافورت اللي بيعمله الشخص. المالينجرنج او المالينجرر بيتميز بالايه؟ باللو موتيفيشن وان هو فيه هاي افورت، ان هو بيبدو ان هو بيعمل ان فيه هاي افورت ان هو يجاوب ان هو يعمل، لكن ايه المشكله فين؟ في الموتيفيشن. طيب بعد ما جمعت بقى الحاجات اللي فاتت ديت، ايه المودلز؟ ازاي هاخد الديسيجن ان الشخص ده مالينجر؟ ازاي هستعمل الداتا اللي انا جمعتها ديت علشان عمليه الديسيجن ميكنج؟ روجرز وشومان في 2000 presented two models of clinical decision making. Hypothesis testing model واللينير بيست فيت موديل. الهايبوثيسيس تيستينج موديل ايه؟ الفورنسيك اكزامينر فورميوليت هايبوثيسيس اباوت ذا بيرسون بيهيفير اند دايجنوزيس نير ذا بيجيننج اوف ذا ايفالويشن. من الحاجات المواقع الايه؟ الحاجات اللي ايه؟ اللي اسمعها او الحاجات اللي متاحه قصاد. اند ذن جازر داتا تو كونفيرم اور ديس كونفيرم هايبوثيسيس. If a hypothesis is disconfirmed, مش ماشي، يرجع تاني يعمل ايه؟ Another new hypothesis. There is potential problem with this with this approach and recommend that expert always test alternative hypothesis. يبقى ان انا استنى لما الهايبوثيسيس بتاعي يطلع غلط وارجع اعمل ادور على هايبوثيسيس تاني ممكن يوقعني اصلا ايه في بايس، لكن انا يستحسن ان انا يبقى عندي اذر alternative حتى لو انا جمعت بعض الداتا اللي تدل على ايه على سيرتن دايجنوز. عشان كده الايه اللينير فيت لينير بيست فيت موديل يمكن يكون احسن. اسسمنت از كوندكتد ان تو فيزز. داتا كولكشن فيز الاكزامينر كولكت كومبريهنسيف اند ريليفنت داتا undistorted by bias والpreconception. حاجة تانية decision making بقى، ال examiner consider relative evidences of competing hypothesis. ايه اللي يمشي مع ده وايه اللي يمشي مع ده؟ يبقى انا بدون اي bias خالص، على عكس الايه؟ على عكس ان انا بعمل ايه؟ عندي hypothesis مسبق في ال hypothesis testing model بحاول اثبته او انفيه وخلاص. لا، ما ممكن الهايبوثيسيس ده في اذر اولترناتيف احسن منه بس انا اللي ما دورتش عليه. ده ايه؟ في اللينير بيست فيت موديل بجمع الكل وببتدي ايه اشوف ايه اللي معه وايه اللي ضد بحيث اوصل للبيست اوبينيون او البيست كونكلوجن. اللينير بيست فيت موديل هاز ادفانتج اوف افويدنج فيريوس بايسز. الديس ادفانتج طبعا اي حاجه فيها دقه شويه اكيد هتحتاج ايه؟ هتحتاج تايم. اتس تايم consuming. الاسسمنت تولز يبقى اتكلمنا على الانترفيو. لا، الاسسمنت تولز برضو مهمه ومش هنتكلم عليها بالتفصيل والا المحاضره هتبقى طويله وممله جدا. هنتكلم على بس الايه الخطوط العريضه جدا جدا. اسسمنت تولز هتشمل سكريننج او كومبريهنسيف اسسمنت تولز. السكريننج تول سيلف ريبورت سكريننج is an effective way of deciding whether or not to proceed for further assessment of malingerer.
as this measure can usually be administered في وقت قليل ممكن يوصل ل 15 دقيقة أو أقل. اختيار السكرينينج تول بيعتمد على several factors: the condition أو symptom present, the setting in which it will be given, and the administration method: self report ولا interview based ولا multi method. من البوتنشال سكرينينج تولز المتاحه الام تيست والستراكشرد انفنتوري فور اوف مالينجر سيمتوماتولوجي وميلر فورنسيك اسسمنت اوف سيمتوم. ممكن احنا نخش ونعمل سيرش على اسامي السيمتوميات هتقدم لنا معلومات حتى لو السكيلز ديت ما هيش متعربه هتديني فكره ازاي هم بيعملوا اسسمنت أو سكرينينج للشخص اللي هو suspected to be malingering. الكومبرهنسيف أي حد يطلع بوزيتيف أهو لازم يبقى في كومبرهنسيف assessment tool. The use of more than one tool is needed for the most accurate assessment of وخصوصا في الحاجات الخطيرة زي الفورنسيك. Therefore, if an individual is malingering based on clinical observation or one of the screening tool يبقى احنا محتاجين want to be investigated further using more exhaustive detection measures. Wide use the psychometric tests used for this purpose بتشمل personality assessment inventory يجوز مش عندنا لكن عندنا متاح جدا الـ MMBI tool. لكن ده هيحتاج هيحتاج واحد بروفيشنال في عمل الام ام بي اي. برضه من الحاجات لها دور كبير ومهمه في الكومبرنسيف اسسمنت الاستراكشرد انترفيو اوف ريبورتد سيمبتوم. استراكشرد انترفيو فور ريبورتد سيمبتوم وايد يوزد ويل فاليديتد استراكشرد انترفيو ديزاين تو ديتكت المالينجرنج اوف منتال ايلنس تيبيكالي takes about من ساعة لربع إلى ساعة وأدمنستر بيشمل 172 item divided among 8 primary scale. بيدور على rare scale والsymptom combination والimprobable أو observed symptom, balanced symptom, subtle symptom, severity symptom, selectivity symptom, reported versus observed symptom. ممكن نستعمل بعض الاختبارات الموجودة بكثرة في حياتنا اليومية في اكتشاف المالينجرنج. الادلت انتليجنس سكيل هنلاقي ان هو بيجاوب بطريقه سيلي او بطريقه الوسف بطريقه مش متماشيه ابدا مع النورمال ريسبونس اللي بيقوم بيه حتى المنتري سب نورمال. الويكسر ميموري سكيل الويسكونسن كارد سورتنج داس البندر جنشتالت رغم انه قديم ممكن هنلاقي ان في جروس ديستورشن وديتيلد ابنورماليتيز وهايلي دراماتيك ريسبونس على البندر جنشتالت بما يرجح ان الشخص ده ممكن يكون بيحاول ان هو تو فين او تو ياخد دور المنتري بيرسون. في الاخر هنبقى ناخد فكره بعض الحاجات اللي الاشخاص بيحاولوا ان هم يظهروها بعض الديس اوردر وازاي تو بي فيكت. من اكتر الحاجات الديس اوردر اللي المالينجر بيحاولوا ان هم يظهروها المنتال ريتارديشن او الكوجنيتيف نيورو كوجنيتيف ديس اوردر الامنيزيا السايكوزس البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر. المنتال ريتارديشن سترايك يبقى في سترايكنج ديسكريبنسي بين الليفل اوف ايديوكيشن والليفل اوف انتليجنس. مش هنتخيل ان حد في الجامعه وان هو يبقى منتالي ريتارد حتى في الثانويه مش ممكن يبقى منتالي ريتارد الا بقى في لو في عمليه غش وتلاعب. سترايكنج ديسكريبنسي بين الميليتري اند امبلويمنت ريكوردز اند بريزنتنج بيهيفير اند تيست بيرفورمنس. Striking discrepancy between adult test performance and the prior pattern of test performance. Failure of easy items and success on difficult items during evaluative test. Incongruity of vocational and social performance مع القدرات اللي هو جاي بيشتكي ان هو مش موجودة عنه. Cognitive disorder أو neurocognitive disorder هنلاقي lack of marked perseveration موجودة في neurocognitive disorder.
امبليزبل سيمتوم بروفايل جيفن ذا ريبورتد انجري. الحاجه دي ما تعملش، صعب قوي يكاد يكون ايه فيري رير او يستحيل انها تكون ناتجه عن الانجري ده. اهو غالبا هم بيخلطوا ما بين الايه السايكوتيك سيمتوم مع الكوجنيتيف امبيرمنت، اهو ده اللي ان هو بيحاول ان هو يظهر ان هو عنده كوجنيتيف امبيرمنت بيظهر ايه سايكوتيك سيمتوم. ان امبيرد فانكشن ان سوشيال وريكريشنال ريال، اه في وجود الايه الجروس ديسابيليتي اللي هو بيشكي منه. ممكن يشتكي بامنيزيا بس، امنيزيا از بروبلي ذا موست كومن كلينيكال سايكاتريك برزنتيشن اوف مالينجرينج. ات از كليمد ب 30 ل 35% من الايه من العامو بالهوميسايد. ات از ايزي تو فيل، سهل قوي ان واحد يقول ان هو بينسى، لكن صعب جدا ان هو ايه ان هو يثبت ان هو بينسى. There is no test، رغم ان there is no test no or battery of tests or set of procedures that invariably distinguishes dissociative amnesia from feigned amnesia. Many individual who malinger confess spontaneously when confronted. من الحاجات اللي ايه الكلوز للديتكشن اوف مالينجرد امنيزيا تشمل نو هيستوري اوف امنيستيك ابيسود، انتي سوشيال بيرسوناليتي تريتس مور بروميننت ذان الهيستوريونيك بيرسوناليتي تريتس، سبوتي ابيسود سبيسيفيك امنيزيا راذر ذان جلوبال امنيزيا، فيها مواقف وحاجات محدده. ابارنت سيلف سيرفينج تايمينج، الامنيزيا بتيجي في حاجة اوقات معينه تتميز بانها ايه سيلف سيرفينج و recovery of symptoms. Ability to recall events prior to and following events. Normal finds on neurological examination و EEG و brain imaging studies. قلنا بناخدها ايه بحرص و بحذر. Presence of recent widely يبقى في حكاية او حاجة بتتقال في الميديا حوالين الايه حوالين النسيان اللي هي ممكن تخلي الايه اي حد يدعي في الوقت ده ان هو كمان هو بينسى لما يواجه مشكله قضائيه. مالينجرد سايكوزس زي ما بيقولوا على الشيطان يكمن في التفاصيل. السيرتنج ديتيلز اوف ريبورتد سيمتوم كان بي ريفيلينج، هل السيمتوم اللي بيقولها ديت تشبه سيرتن ديس اوردر ولا لا؟ اهو هل مش موضوع ان انا بسمع اصوات او ان انا بشوف visual hallucination. Unlikely to display subtle signs of psychosis. صعب قوي ان هو يبين blunted affect والimpaired social relation والconcreteness، صعب قوي تقليدهم. اصعب كمان ان ايه يبقى it's more difficult for malingerer to imitate the form than the content. Derailment والneologism، صعب قوي ايه في عملية التقليد. لازم نبقى عارفين النورمز ديليوجن في الايه في النورم النورمز بتاعتها في المعتاد بتاعها بيبقى شكلها ايه اوفتن اسوشيتد ويز هالوسينيشن، ديليوجن بيبقى معاها هالوسينيشن. الكومبلكسيتي اوف ديليوجن بتتناسب مع السوفيستيكيشن بتاع الانديفيديوال. تيكس ويكس تو ديفلوب اند لونجر تو ديسابير، مش بتيجي النهارده وتختفي بكره وبعدين تظهر. individual exhibit corresponding paranoid behavior، مش مجرد واحد بيحكي. individual reluctant to discuss a delusion، انما عمال يحكي كانه بيقرا في كتاب ده شاكك ان هو malingering. features of malinger delusion include abrupt onset و termination rather than a gradual development with hesitant abandonment. eagerness to call attention للديليوجن، هو حريص او ان هو يقول لنا على الديليوجن بتاعته. and symptom rather than reluctance to acknowledge him اللي هو موجود في الايه في المعتاد. behavior inconsistent with delusional content. thought content grossly disturbed in the face of conventional and goal-directed thought process. content of feigned delusion over grandiose and persecutory not self fascist self depreciation. طيب الهالوسينيشن النورمز بتاعها هالوسينيشن are usually associated with delusion. genuine hallucination are intermittent، مش موجود 24 ساعة في ال 24 ساعة. 50% of real psychosis agree hallucination could be due to imagination.
male and female voices في ال auditory hallucination norm side auditory hallucination male و female voices here بأكتر من 75% و can differentiate them typically contain both familiar و unfamiliar voices usually originate outside the head real psychotics can identify the sex والrange والage والemotional state of the voice the tone والvolume والrate of the voice Command hallucination في المعتاد usually present with non-command hallucination and delusion. Individual doesn't always obey the commands, especially if dangerous. Most auditory hallucination ask for an interaction or response from the person. ممكن تبقى malevolent تأمره بحاجات مش كويسة أو شريرة أو مضرة أو ممكن تبقى kind ومسلية بالنسبة له can be interrupted by activity إن هو يمشي إن هو يروح إن هو يقرأ إن هو malingering auditory hallucination تبقى freestanding بس مفيش غير auditory rather than associated with delusion vague inaudible and غير مفهومة rather than distinct reported in the first person مش في third person auditory hallucination uncontrollable rather than susceptible للstrategies of containment زي ما قلت يمشي ان هو يسمع حاجة ان هو يتفرج على التلفزيون الحاجات دي بتعمل لها interruption claims that all commands لازم يسمعها resistible rather than susceptible to an effects النورمز بتاع الفيجوال هالوسينيشن اونلي اوكير بين 24 و 30% اونلي ريبورتد اباوت 4% اوف تايم باي بيبل ويز دايجنوز سايكوز الاشخاص بيبقوا نورمال سايز برايت كلر سايكوتيك هالوسينيشن دونت تشينج وين ايز اوبن اور كلوزد بيبقى وورس ان ايزوليشن الدراج انديوز more readily seen when eyes closed in out of الضرر المالينجرد بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر فاكتور سجستنج مالينجرينج اوف بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر ان المالينجر بياكد او بيحاول يبرز مور دراماتيك سيمتوم اللي موجود تكست بوك برزنتيشن فلاش باك والنايت ميرز وما بيبقاش موجود ايه او ما بيظهرش ايه الافويدنس والسوشيال وذرو اسيرشن اوف انابيليتي تو ورك عايز بقى يبطل الشغله دي خالص ان ذا فيس اوف ان امبيرد كاباسيتي فور ان فور بليجربل اكتيفيتي يبقى المشكله ايه في الشغل بس مش قادر وامبيرد لكن ايه عايش حياته بطريقه طبيعيه reporting more obvious symptom of widely publicized disorder in the face of denial of more subtle features الحاجات المشهوره هو الايه هو اللي بيتكلم على السيمتوم بتاعتها evasiveness during الانترفيو unwillingness to concretely address or return to work او responsibility او السوشيال يؤدي السوشيال expectation general presentation of hostility suspicious guardedness uncooperative or resentment refusal to comply with the recommended diagnostic or treatment procedure or avoidance of direct examination unusual frequent absence from work common traits like antisocial or narcissistic or borderline histrionic personality disorder energetic pursuit of legal حريص جدا ومتابع على الاجراءات القضائيه اللي هي علشان ايه علشان ياخد حقوقه ويطلع من شغله او ياخد تعويض refusal of suggested plausible employment بكده نبقى خدنا فكره سريعه عن المالينجرنج ادعاء المرض وازاي how to diagnose والcommon disorder وازاي نكتشف شكرا لك.